انواع السكارز كمان المختلف. يعني هنا رولينج سكار واضح جدا هو الغرض. في ايس بيك سكارنج موجود يعني متوسط الحجم وكبير الحجم شويه، لكن الرولينج سكار هو الاغلب اللي شايف بالذات المنطقه. معلش احنا كده هنستنى. فدلوقتي احنا هنعمل بروست سي اي بقى خلاص الاول، وبعدين نعمل تي سي اي على طول. ماشي؟ هنعمل تي سي اي عادي على البشره ونعمل بروست سي اي في طبعا زي ما قلنا البروست سي اي مش محتاج اي بريبريشن ولا حاجه، هي دي خله السنان حاجه مغدبه كده بنستخدمها. في حاجه ثانيه يعني هنحاول نعملها لكم النهارده برضه ان شاء الله. خلاص بصي، هو احنا هنعمل حاجه ورزه خفيفه ما تخافيش، بس تجيب نتيجه حلوه قوي في النقط يعني ورع مثلا. تمام معلش رايح رجلك، رايح رجلك وارتاحي خالص. هو وجع بسيط خالص يعني مش الوجع اللي هو زي النار بس. اللي يجي يشتغل كروست سي يا جماعه هيلاقي صعوبه بالجوانتي صراحه، لانه ما بيحكمش قوي الخله دي بتتزحلق تحت ايده. فعاده يعني دي الحاجه الوحيده اللي بعملها بايدي يعني. بس هتلاقي ممكن ايدك تلمسها تي سي برضه صح. هي ممكن يا بيه، بس لو انا مش واخد بالي ممكن تلمس. خلاص انا ده 50 تي سي اي 50. طب انا بقعد في نوبه بقى اكنس طرف واحده. نعم مش هتحتاج تاخد مده في كل واحده، لازم اشوف فلاسك. يعني هو الانديكيشن بتاعي ان انا يبقى فيه فلاسك خصوصا الودن ستيك دي ما بتشيلش كميه اصلا من يعني هي الساتوريشن بتاعها ايه؟ ما فيش. طب استنى فروستنج برضه يا دكتور احمد؟ بنستنى يبقى فروستنج في الكروس، لازم يبقى في فروستنج اشوفه، لو ما فيش هعيد تاني. انت بتوسع الخرم كده يعني؟ لا يا بيه. ما بعملش بيرسنج. لا مش هتعمل بيرسنج، انت بتوصل للفلور بتاع السكار بتاعك وتحاول انت تعمل رولينج بس، لكن انت ما بتعملش بيرسنج ولا حاجه. بس الطريقه دي مجهده جدا يعني. الكروس كتير ده مش حاجه سريعه، احنا ممكن نقعد هنا 30 دقيقه او حاجه. هي السرنجة يعني بصراحة المفروض فور مور ادفانسد، لان هي خطيرة حبتين لو في سي ايه ده، لكن انا هعملها برضه. يعني هنبتدي بس الاول فور بيشنت بيست انترست بده، لكن هنعمل ديمو خفيف للسرنجة بس اخف. تتعلموها في ايه؟ 50 ما هو ده الانديكيشن الوحيد لل 50 صح؟ هو الكروس. اقل من كده مش هعمل حاجه. يعني في الكروس ده لازم 50. لو تاخدوا بالكم بدا يحصل هنا كروس تاني. شايفينها؟ خلاص؟ بدا الشورت كروستنج؟ اتفضل. لا لازم يبقى اتروفيك سكار. لكن الرولينج سكار ده لا. الرولينج ده ممكن تعمله تي سي عادي. شغال مفيش مشكله، بس اللي هو ده مساحه هتكسب سيشن اكتر، يعني هتحتاج موداليتيز اكتر. الكروس تكنيك مشكلته في الانفكشن في الايه؟ في البيجمنتيشن طبعا، بس الحاجه اللي كده اللي هو ممكن يحصل انفكشن. لا بما انها بين بوينت مش هتسيب قوي زي ما انت متخيل، حاجه بسيطه ومش متخافيش. استنى والله السؤال. كيلويد ابسوليوت كونترا انديكيشن فور اني بيلينج فور اني ثينج يعني خالص. احنا قلنا كيلويد هقربه ما اقربوش يعني بالمنطق يعني كده، مش لانه لو طلع لي كيلويد بصراحه يبقى حرام عليك.
طيب انتوا شايفين الفروستنج علشان ممكن واضح كده يا جماعه الفروستنج خلاص كده ذات سيناف ممكن تعمل تاني دي على حسب الايه الكلينيكال جادج بتاعك. طيب انا هعمل هنا بتكنيك تاني خالص بقى اللي هو تكنيك السرنجه بس مش عارف يا بيه انا خايف خايف موضوع السرنجه ده يعمل مشاكل لبعض المرضى ان هو عايز واحد هايلي اكسبرتيز ما انا عامل بس هو لو هو المسؤول عن المكتب طيب هات كده دي سرنجه مستورده خلاص دي انسولين سيرنج مستورده اللي هي الابره منها فيها دي بيلت ان على بيلت ان على اساس الكوج بتاعها 30 المصري لا 27 او 26 فتخينه شويه دي ارفع خلاص فاحنا هنعمل ايه بقى؟ احنا هن تمام اسحب لي كده شويه سي اهم اسحب لي شويه سي احنا بنسحب فيها سي خلاص ده 50 صح؟ ده 50 اسحب اسحب لحد نصها مثلا خلاص؟ لحد نصها لا ماشي عضل؟ لا اسحب ده خلص على ماشي احنا دلوقتي سحبنا 90 لو احنا جينا بصينا هنلاقي اوفر فلو خفيف during needle ماشي في النيدل كده فاحنا هنشيل ده البلانجا ده خالص كده شكرا تمام يعني خلاص بعد كده ايه في تي سي اي ممكن شايفين النقطه صور يا عم تمام نزلت اهي نازله النقطه اهي اهي نزلت عمال ينزل اهو بص على الجلاف طيب بص على الجلاف يعني تنزل على طول ورا بعض ولا واحدة وخلاص؟ لا ده عمالة تنزل، ده كده ثلاث نقط والرابعة نازلة اهي. تمام؟ ده محتاج واحد اكسبرتيز. بيجنر ما يعملش ده. أنا بحاول أتغلب على الأوفر فلو ده بقصة كده، أنا هقوم عامل إيه؟ كده عملت بندنج للنيدل. بس برضه هيبقى فيها أوفر فلو. فبالتالي بصوا أهي تنزل أهي. خلاص؟ تعالى بينا. الله يخليك الله يخلي أمك. النقطة اللي نازلة دي مش طبعا ده كده افضل كتير من الودن اللي احنا بنشتغل بيه ده انا ممكن اعمل بالودن ده اقعد نص ساعه ساعه احاول اعيش لحد ما احصل فلوس انا هبدا ادخل بقى بالنيدل دي بالراحه جدا نعم يا فندم الديرما بين الابلكيشن مع التي سي ايه وطبعا لا هات في حاجه نزلت عليه هات بس قطنه بس قطنه امسح الجلاف بتاعنا طب غمي عينيها طيب نعم يا باشا غمي عينيها احنا شغالين في الشيك يا بيه بعيد عن العين خالص ومش هنيجي فوق مش هتعدي فوق العينين دلوقتي لا 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 اهو انا بعيد خالص تمام هنيجي بقى هنا في المصور النامي بتاع تحريك خفيف تمام يعني انت هتدخلها جوه مش باينه هي بدات تعمل فلاستنج اهي النقطه نفسها بتبان نقطه نفسها تلميس مش دخول تلميس خفيف صوابع ايدك اليمين مالهاش قيمه صوابع حضرتك غيرها هو يا بيه مش انا اللي بصور نتصور على التيفي ايدك مدريه يا باشا انا ايدي دي مدريه طب ما تتحرك انت اهو كده اهو ما تتحرك انت يا ايوه كده الله ينور كده ولا انا اجيب لك ال لا 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 ما بنقعدش ما بنقعدش قرب الصوره لو سمحت هو في دم ممكن يطلع انت شفت دم طلع؟ لا قصدي انا ما كنتش عايز اعمل بالطريقه دي بيه بصراحه بس انا عملتها كل واحد ياخد باله خايف بس يحصل كومبليكيشن من ان احنا يبقى في رش ليها طبعا دي حل للوايت بورز يعني سن السرنج الرفيع ده هيدخل معايا في الوايت بورز بس معايا القطنه برده بحيث لو في اي فري تي سي اي طالع كده او كده يبقى معايا 30% على فكره انت هتدعي لي ب 50% ده 50 يا بيه ده 50% ما
بعد كده بالنبي هبقى اجي لك انا واظبط معاك. نفس الحته الثانيه هنا هنا السكارز اوضح صراحه. انا كنت اشتغلت عليها جزء. كده شايفين يا جماعه؟ لا يا عبد النبي انت صح صح معايا يا عبد النبي بصراحه. ممكن اعيد لحد ما اشوف راستنج بعيني. ها وغز خفيف جدا بيبدا يحصل فروستنج معايا موجود. بنسيب الفروستنج ده 3 4 5 دقائق بنخلي العين يغسل بالميه وبنكتب له فيوسيدين او توبيكال انتي بايوتيك بعد كده. خلاص التكنيك ده كده عرفناه. طبعا ده كده فري شغاله معايا. دلوقتي هنعمل الديرما بين. ممكن في حاله زي دي نشتغل بديرما بين كويس جدا ونحط بعدها تي سي اي 30% وكده. بس العين هيحتاج برايمنج في الحاله دي. فيعني ايه في كلمه مش هنقدر نعمل ده في فولنتير، لازم نكون مجهزين. طب اعمل البوست فيلنج هنعمل ايه بعد زي دلوقتي؟ عادي خالص. هتروح تغسل وشها بالميه، تي سي اي بنغسل بالميه بعد 3 دقائق عشان اي فري اي نقط زياده ملهاش لازمه. ونحط ايمولينت وشويه كده وسام بلوك وديها لها هديه ونجيب شنطه ونجيب شنطه. اللي في وجع او حاجه شويه. تمام هنغسل وشنا ونيجي الاول يا دوب. روح اتولد بس نغسل بقى الأول.